شارك صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خلال زيارة سموه الحالية إلى مملكة تايلاند في مراسم تشييع جثمان ملك تايلاند الراحل بوميبول أوليدايغ، والذي ترأسه ملك مملكة تايلاند ماهاغير ألونغكورن، بحضور عدد من الملوك والرؤساء ورؤساء حكومات ووفود رسمية يمثلون 42 دولة. وبهذه المناسبة جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التعازي والمواساة للعائلة الحاكمة وللشعب التايلاندي الصديق، مستذكرا سموه بكل التقدير دور الفقيد الراحل في تعزيز الاستقرار في مملكة تايلاند الصديقة وجهده في دعم تحقيق السلام والاستقرار في العالم. وقال سموه إن الملك الراحل كان يتمتع بحكمة سياسية ومكانة عالية كأحد القيادات الملهمة التي أسهمت في رفعة وطنها واستحق التقدير ومحبة شعبها. وأعرب سموه عن ثقته في أن جلالة الملك ماهافاغير ألونغكورن سيواصل مسيرة العمل التي جعلت من مملكة تايلاند واحدة من أبرز الدول الآسيوية تقدما على صعيد الاقتصاد والتنمية. ونوه سموه بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند من نماء مستمر يجسد ما يربط بين قيادتي وشعبي البلدين من أواصر قوية وحرص متبادل على تنمية التعاون الثنائي بشكل يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأكد سموه اهتمام البحرين بتعزيز التعاون مع مملكة تايلاند في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي التطلعات المشتركة للبلدين ويحقق المنفعة للشعبين الصديقين، متمنيا سموه للمملكة الصديقة وشعبها مزيدا من الرفعة والتقدم.